ودز أن أعبر عن تعزية لعائلات الضحايا. إجابة عن سؤالك، أنت على دراية بأن مجموعة الثلاثة والإي 3 قد قامت بتفعيل آلية حل فض النزاع، ووفقا للمادة في الاتفاق النووي أو 36، وسبب وراء ذلك هو نريد أن نحافظ على الاتفاق النووي، وهذا جزء من هذه العملية. نحن نبقى ملتزمون للاتفاق على أمل امتثال إيران لالتزاماتها، ونتمنى أن نتمكن من مضي قدما وفقا لذلك. نحن نشارك نفس الأهداف، وهي ضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي، والاتفاق النووي هو الاتفاق الذي صمم لمنع حصول ذلك وهذه المخرجات، ويبقى هذا هو موقفنا. الإيرانيون يخصبون اليورانيوم بنسبة 20%، فمدة الوصول إلى السلاح النووي قد انخفض بشكل كبير جدا، وما مدى قلقكم؟ لهذا يجب علينا حل هذا النزاع. أنت محق يا جيمس أن تقول بأن إيران تجاوزت المرحلة الخامسة في عدم الامتثال، ونرغب من إيران أن تعود إلى اتفاق نووي لكي تتمكن من العودة إلى المسار، ونمنحها ما تريد، ولكن يجب أن نضمن إزالة تهديد يواجهنا جميعا. ولهذا فإن الإي 3 بشكل مشترك قام باتخاذ هذه الخطوة. أنا متحدث عن التعويضات، هل هنالك تقدير للمبالغ التي تتلقونها؟ وكون إيران تحت العقوبات، كيف ستؤمن إيران هذه التعويضات؟ وعندما تحدثوا عن التحقيقات الجنائية، هل سيكون هنالك تحقيق مستقل؟ وإن لم يحصل، فهل تخططون أنتم لأن ترفع القضية إلى المحاكم الكندية أو المحاكم العدل الدولية؟ مخصوص التعويض، كما قلت، فإن التعويض هو ناتج عن الاعتراف الكامل بالمسؤولية من قبل الحكومة الإيرانية، فنتوقع منهم بالتأكيد أن يخوضوا هذا الحوار مع الدول المتأثرة فيما يخص تعويض عائلات الضحايا وأحبائهم وفقا للقانون الدولي. جبت عن سؤالك الثاني، لهذا السبب نرغب بمشاركة الخبراء الدوليين في التحقيق، لأن السبيل الوحيد الذي تمكن فيه المجتمع الدولي من الحكم على إيران هو إذا ما تم التحقيق بشكل شفاف وكامل، وأن يعترفون أن كانت هناك عناية واجبة في هذه التحقيقات وقد جرى وفقا للمعايير الدولية. ولهذا السبب طالبنا حكومة إيران بأن تشمل في كل خطوة أن يكون يشارك فيها خبراء دوليين لكي يكون جزءا من التحقيقات، لنضمن أن المجتمع الدولي والعائلات عائلات الضحايا وأحبائهم سيحصلون على الإجابات التي يستحقونها، والإجابات الكاملة والمساءلة الكاملة. وكل الأمم الممثلة هنا اليوم عرضت المشاركة وعرضت خبرائها والخبراء الدوليين لكي يكونوا جزءا من التحقيقات، ونأمل ونطالب إيران أن تشملهم في تحقيقاتهم. السؤال الأخير. لديك قائمة طويلة من الرغبات، ولكنك لم تجب عن سؤال الزميل عندما تحدثوا عن إيران وظهر رغبتها بالمشاركة، وتمنى استمرار ذلك. ما الأمثلة التي لك أن توفرها لنا فيما يعرضونه هم لكل من يحاول الدخول إلى هناك لاستعادة أشلاء أحبائهم وجثثهم؟ ما الذي يفعلونه؟ لك أن تعطينا أمثلة عن النوايا الحسنة، وإذا هذه النوايا لم تستمر فماذا يمكن لهذه المجموعة أن تفعله؟ ما الأدوات التي بين أيديكم لتضمنوا منح إيران التعاون لكم، التعاون الذي تسعون له؟ شكرا على سؤالك. كما قلت لك، كنا حذرين جدا بكلماتنا. نحكم على التعاون بشكل يومي. الشيء الأول الذي طالبنا به من الحكومة الإيرانية هو إصدار تأشيرات الدخول. ما لم نتمكن من إيصال خبرائنا إلى الأرض، فنتمكن المشاركة الكاملة. كانت هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية كانت
عرض المشاركة في التعرف على الأشلاء وإشراك أفضل الممارسات والخبرات الدولية. وحسب ما فهمته من زملائي هنالك نقاشات لمشاركة الخبراء الدوليين في ذلك. نحن نحكم على إيران في احترام رغبات العائلات في كل الحالات عندما نتحدث عن إعادة الأشلاء، وسنحكم على إيران عندما نتحدث عن التحقيق إذا ما سمح للخبراء الدوليين بالمشاركة في التحقيقات، ونحكم على إيران. على سبيل المثال كندا سأتيني عن مجلس السفر بأمان وأن يكون هناك خبراء في إيران للمساعدة عند استعادة الصندوق الأسود أو فتحه. فنحن نحكم على إيران في كل يوم وطلب بعد طلب، وهذا ما استطيع أقوله اليوم. نعم لدينا خطوات أولى جيدة من إيران سمح لنا بالقيام بها، ولكن لنكن واضحين، هذه العملية طويلة. رؤيتنا وتقييمنا قائم على وضع الحقائق اليوم. فاقترحنا عدة أشياء للحكومة الإيرانية، وما نطلبه ليس فقط الدول المتأثرة بالحادث، بل هذا ما ترغب به العائلات. ونظرا للظروف الحالية فإيران يجب أن تسير نحو التعاون. المجتمع الدولي يراقب، وبإمكان إيران الاستمرار على أساس الخطوة الأولى اتخذوها وهي الاعتراف بالمسؤولية الكاملة. كما قلت، عندما يكون هناك اعتراف بالمسؤولية الأولى فهنالك عواقب ناجمة عنها، والتعاون الكامل هو جزء منها، وسنستمر على ذلك وسنقدم إطار العمل الذي اتفقنا عليه هذه الدول لحكومة إيران. يسمى المجتمع الدولي، كلها أعينها على إيران. إيران أمامها الخيار والعالم يراقب، ليس فقط الدول المتأثرة أو العائلات أو الأحباء، بل العائلات في إيران أيضا. وكذلك المجتمع الدولي، إيران أمامها الخيار، بإمكانهم السير على هذا الطريق بعد اتخاذ من الخطوة الأولى والاعتراف بالمسؤولية الكاملة والتعاون. وكما قلت، من بعد ذلك تأتي طلبات عديدة ستكون منطقية بعد الاعتراف بالمسؤولية، ولتسمح لنا بالتوصل إلى المعلومات الكاملة، إلى لب الموضوع والتعرف على كافة المعلومات، وأن يجرى التحقيق وفقا لأفضل الممارسات العالمية. شكرا جزيلا.